السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هعرض لكم يا جماعة دلوقتي التطبيق على الورك شوب اللي احنا أخدناها. أنا عملت موديل كده، الموديل دوت هحاول أصور نفسي. الصور ديت أنا أخدتها في مكان عام، ولأنها كانت في مكان عام زي ما انتم شايفين، فالخلفية اللي حواليها لو دخلت على البرنامج الريكاب، البرنامج هيعتبر دي اوبجكت وهيحولها لنقط، والنقط دي لما احنا هنيجي نعمل للموديل نفسه اديت هنكتشف ان احنا مش محتاجين النقط ديت، وهنقعد ندلت فيها وهتبقى مشكلة يعني. فانا فكرت في فكرة كده عايز اعرضها عليكم، ان انا اخدت الصور اللي انا اتصورتها كلها وعملت لها اديت بالفوتوشوب، وحاولت اشيل النقط اللي بره ديت علشان يظهر الاوبجكت زي ما انتم شايفين لوحده يعني. انا جربت، قلت اشرككم معايا في الموضوع دوت والفكره ديت. انا اخدت زي ما قلت لكم ان الصوره ديت اخدتها على برنامج الفوتوشوب وعملت لها اديت، وحاولت اغير الخلفيه ديت زي ما انتم شايفين دلوقتي. انا خفيت كل الاوبجكت اللي موجوده بره وخليت بس الموديل بتاعي اللي هو المفروض ان هو انا يعني، وابتديت دخلته على الريكاب وابتديت اعمله بروسيسنج علشان اقدر اعرف النتيجة اللي انا وصلت لها يعني. عايز اعرض عليكم النتيجة ديت دلوقتي وهنشوفها مع بعض. ده المشروع، زي ما انتم شايفين دلوقتي يا جماعة النتيجة مفيش بارتيكلز خالص، مفيش نقدر نشيلها بره. الخلفية اللي ورا كلها زي ما انتم شايفين، انا حاولت اشيل بس حاجات بسيطة بس. هو كده في خطأ بس في التصوير، ان الجزء ده مش ظاهر اهوت. كانت في مشكلة في التصوير، الكادرات اللي انا اخدتها ما كانتش مظبوطة. بس انتوا شايفين النتيجة عاملة ازاي. نقدر نزوم دلوقتي نشوف الخامات بتاعتنا اهوت. زي ما انتوا شايفين احنا ممكن كمان نشوفوا واير فريم اهوت، ونشيل الكاتشرز. هتلاقوا ان الموديل اعتقد ان هي يعني نتيجة طيبة كتجربة اولى، محتاجة بس شوية تظبيط، ان انا اظبط التصوير والكادرات، وان انا كنت بصور بكاميرا يعني شوية ضعيفة. فدي نتيجة اللي انا وصلت لها. ده كان ببرنامج الريكاب. عايز اوريكم برضو النتيجة في برنامج تاني مماثل ليه اهوت. البرنامج دوت انا اشتغلت عليه، اهيت دلوقتي نقدر نشوف النتيجة. هنلاقي حتى المشكلة اللي احنا كنا بنعاني منها، ان كان في مشكلة في الجنب دوت اهوت. اقدر اعمل له كمان فيو اكتر اهوت يا جماعة. زي ما انتوا شايفين النتيجة، هو غالبا ان المفروض ان انا ما اقربش ناحية الموديل نفسه، يعني اقرب الباك جراوند اللي انا عملتها اديت في الفوتوشوب اكتر من كده، عشان بتلامس الاوبجكت بتاعي وتبقى مشكلة ان انا اقدر اعمل لها اقتصاص، او نقدر احذفها. شكرا يا جماعة، مستني تعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.